نتوقف على التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي وخاصة لمنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والذي حسم قراءته لتوقعاته للنمو لهذا العام وحتى مقتبل العام القادم 2023 في ظل مخاوف الركود والتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. لم تتغير توقعات الصندوق للمنطقة خلال هذا العام أو حتى نهاية هذا العام، على الرغم من بقاء نفس التحديات في الاقتصادات وعدم نجاعة السياسات النقدية، إذ يجد صندوق النقد أنها كلفت الاقتصادات أكثر لمحاربة التضخم. نتحدث عن الناتج المحلي الحقيقي، يبقي صندوق النقد نظرته على ذات المستويات لل 2022 عند 5%، ولكنه يخفضها للعام 2023 بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك الركود. البلدان المصدرة للنفط استفادت من الناتج المحلي غير النفطي الذي عوض تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. لدينا طبعا في 2022 إلى 5.2%، ولكنه سيتراجع في 2023 إلى 3.5%. أسباب تباطؤ النمو من وجهة نظر الصندوق تعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي رفعت من تكلفة الشحن وأسعار المواد الأولية المستوردة، تراجع أيضا الطلب العالمي في 2023 وخاصة القادم من الصين بعد أرقام الانكماش في الإنتاج الصناعي الصيني، ولدينا قرار تخفيض إنتاج أوبيك بلس الذي جاء مبني على توقعات المنظمة لتباطؤ في النمو الاقتصادي، مما استدعى طبعا تراجع في مستويات الإنتاج، وهذا سيذهب بالدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى تراجع نوعا ما في فوائد الأرباح التي كانت تحققها من بيع طبعا أسعار النفط بمستويات مرتفعة. توقعات التضخم للدول العربية باستثناء السودان نجدها تتراجع في 2023. اليوم يجد الصندوق أنه سنتابع حتى نهاية هذا العام مستويات 12.1%، في 23 ستنخفض إلى 11.2%. ستدفع هذه المستويات طبعا بقائها في هذه النطاقات المرتفعة ارتفاع أسعار الغذاء، انخفاض أسعار الصرف في الكثير من الدول العربية وتحديدا في مصر بعد ترقب لتحرير سعر الجنيه المصري، واتساع نطاق الضغوط التضخمية يوم بعد الآخر بسبب طبعا عوامل خارجية. توقعات أرباح النفط للبلدان المصدرة للخام على الرغم من قرار تخفيض أسعار المنتجات النفطية، لكنه لن يدعم كثيرا أسعار النفط وكذلك الأرباح. من العام 2022 وحتى 2026 يجد الصندوق بأنه ستحقق تريليون دولار على الصعيد الدول تحديدا التي تنتج النفط. الحساب الجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتأثر بعوامل كثيرة، لكن يراعى في دول دون الأخرى. التوقعات تذهب بالمحافظة على مستويات 2021، تدفقات قوية تأتي من تحويلات العاملين في الخارج وخاصة العاملين في دول ترتبط أسعار العملات بالدولار، وبالتالي تقوية الاحتياطات الأجنبية في دولهم، وأيضا مبنية التوقعات على انتعاش قطاع السياحة في عدد كبير من هذه الدول. نذهب إلى مخاطر متوقعة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على رأسها مخاوف تتعلق بمستويات الدين. حالة عدم اليقين وتطورات سلبية تؤدي لارتفاع أسعار المواد الأولية ونقص الغذاء على رأس أجندة التقرير بعد فرض ضغوط على المالية العامة وانعدام الأمن الغذائي. مخاوف الأكبر تتعلق بارتفاع تكاليف الدين الحكومي وضائقة تمويلية تمر بها الكثير من الدول. الأسواق تحديدا الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل ستمر بهذه الأزمة. قروض الـ IMF للمنطقة تصل إلى 21 مليار و300 مليون دولار منذ عام 2020، أي منذ أن وضعتها في خطة لمواجهة جائحة كورونا، وتم توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 49 مليار و300 مليون دولار من أجل زيادة الأصول الاحتياطية في المنطقة ودفع هذه الاحتياطات إلى بناء قاعدة واضحة لدينا في مواجهة طبعا تراجع في الاحتياطات الأجنبية.